مرحبا بكم طلابنا الأعزاء صف التاسع الوحدة الثانية الدرس الأول وهو حل معادلة من درجة الأولى وبمجهولين. حل بمجهول واحد وبمجهولين. حل معادلة من درجة الأولى بمجهول واحد وبمجهولين. أولا نأخذ كمقدمة أو كفكرة عن ما هي المعادلة. ليكن عندي ميزان. ميزان كلنا نعرف ما هو الميزان. ميزان نحن أخذنا بصف الابتدائية أنه 5 زائد فراغ يساوي 8. تمام، بالابتدائية كنا نقول 5 زائد فراغ يساوي 8. حل هذه المعادلة هي شكل معادلة. المعادلة هي مساواة بين الطرفين. في الابتدائية كنا نقول مساواة بين الطرفين، اليوم في الإعدادية نقول مساواة بين الطرفين ويحوي على متغير وهو X متغير. فإذا كيف أساوي هالمعادلة؟ هالمعادلة هالطرف يساوي هالطرف. أولا لنحل على الميزان، ليكن عندي 5 كرات، 5 كرات، والطرف الثاني عندي 8 كرات. هذا طرف يحوي 8 كرات وهذا طرف يحوي 5 كرات. تمام، طبعا الميزان راح يكون غير مساواة أو غير عادل بين الكفي أو طرفي الميزان، فخمس 8 كرات يكون ثقلها وزنه أكبر من 5 كرات. حتى يكون 8 يساوي 5 أضيف 3 كرات. إذا كم كرة يلزمنا حتى يكون 5 يساوي 8؟ أضيف 3 كرات للخمسة حتى يكون 8 يساوي 5. إذا أضيف كم كرة؟ أضيف 5 كرات، 1 2 3، أضيف 5 كرات على 5 فيكون المساواة محققة. تمام، بالابتدائية كنا نقول 5 زائد فراغ يساوي 8. هالفراغ إذا 5 أجمع مع أي عدد أو أي رقم حتى يكون يساوي 8. إذا مع 3، مع أو 3 أو بطريقة أخرى 8 أطرح من 5، إذا عندي 3. تمام، في الإعدادية نفس في المرحلة الإعدادية هو نفس الفكرة. بدال الفراغ هو X، بدال الفراغ X مثلا 5، نفس المثال 5 زائد ها X يعني فراغ يساوي 8. إذن في الإعدادية سمينا الفراغ، في الإعدادية سمينا الفراغ هي X. إذن الفراغ هي X. إذن ما هي قيمة X؟ قيمة X أنا أطرح 8 من 5 راح يكون معي قيمة X، أو ما هو العدد يكمل 5 حتى يكون جوابها 8. إذن ما العدد أعوضه بدال X حتى يكون المساواة الطرفين صحيح، مساواة الطرفين الصحيح. مثلا 5 زائد 3 يساوي 8. إذن الإكس هي 3، الإكس قيمة الإكس هي 3. هذه هي فكرة كفكرة عن معادلة، فكرة بشكل عام عن المعادلة بمجهول واحد ومن درجة الأولى. طبعا من خلال هذه الفكرة نفهم كل المعادلات. تمام، هلأ رح نأخذ صيغ بالترتيب، صيغ المعادلات بالترتيب. أولا الصيغة الأولى، واحد الصيغة الأولى AX يساوي B. طبعا هذا الشكل مختصر للشكل العام، مختصر للشكل العام. إذا كان عندي هذه المعادلة أقول كحلها حيث أنه A لازم يجب أن يكون A وB ينتمي لأعداد الحقيقية، يعني منكون من R، يعني نص جذر ناقص واحد جذر 5، إذا أنهم يكون من الأعداد، إذا ينتمي الأعداد R، إذا من المجموع R. ثانيا حيث أن يجب أن يكون الشرط الثاني يجب أن يكون الـ A لا يساوي صفر حتى يكون عندي معادلة أقدر أحل هذه المعادلة. تمام،
كيف نعطي مثال عن هذا الشكل؟ نأخذ مثال عن هذا الشكل. كحل هذا الشكل أقول X يساوي النواتج على الأمثال، أي أقسم كل طرفين على A، أقسم كل طرفين على A فيكون النتيجة. إذن قيمة الـ X هي X يساوي B على A، هذه هي قيمة الـ X. كمثال للفهم، كالمثال عندي 3X يساوي 9، تمام. 3X يساوي 9، أقسم كلا الطرفين المعادلة، أقسم طرفي المعادلة على أمثال الـ X. 3X على 3 يساوي 9 على 3، اختصرهم مع بعض X يساوي 9 على 3 هي 3، إذا قيمة الـ X هي 3 يحقق المعادلة، تمام. نأخذ مثال آخر. مثال عندي جذر 2X يساوي 7، إذن كيف أحل هالمعادلة؟ جذر 2X يساوي 7، إذن أقسم كلا الطرفين، أقسم كلا الطرفين على جذر 2 يعني على أمثال الإكس، أقسم طرفين، أقسم الطرفين على أمثال الإكس، إذن نختصرهم مع بعض طلع عندي إكس يساوي 7 على جذر 2 وهو قيمة الإكس، تمام. نأخذ مثال آخر. مثال 9X يساوي 1، 9X يساوي 1، حتى يكون يعني حتى أساوي طرفين المعادلة أقسم كلا الطرفين، إذن هالمعادلة من الصيغة AX يساوي B، إذن ماذا نفعل؟ نقوم بقسم أو بتقسيم كلا الطرفين على الأمثال الإكس، أمثال الإكس يعني أقسم 9 على 9 يساوي 1 على 9، يعني كلا الطرفين على 9 على الأمثال الإكس، نختصرهم مع بعض X يساوي 1 على 9، تمام. هذا الشكل الأول من المعادلة، سميه الشكل الأول من المعادلة درجة الأولى. هلا نجي على الشكل الثاني من معادلة درجة الأولى. الشكل الثاني، قانون الثاني، AX زائد B يساوي C، تمام. لحل هذه المعادلة، هذا الشكل من المعادلة، كيف نحل شكل هذه المعادلة؟ إذن نقوم بحل أو نقوم يساوي صفر، يساوي صفر، تمام. كيف نحل المعادلة؟ إذا نقول AX طبعاً الـ A والـ B ينتمي إلى الـ R حيث A لا يساوي إلى صفر، تمام. إنه AX أخذ الـ B على الطرف الثاني صار عندي ناقص الـ B، وأقسم الكل على A، AX على A يساوي ناقص B على A، فيكون الجواب X يساوي ناقص B على A. إذا نحل هذه المعادلة بهذه الصيغة، تمام. كيف؟ مثال، مثال عندي 3X زائد 7 يساوي صفر، تمام. كيف أحل هالمعادلة؟ هالمعادلة إذا من الشكل من الصيغة الثانية، إذا من الصيغة الثانية، كيف نحل هذه المعادلة؟ نأخذ الثلاثة للطرف الثاني، 3X للطرف 7 عفوا للطرف الثاني، يعني نقول معاليم للطرف ومجاهيل للطرف. المعلوم هو 7، المجاهيل الـ X، نأخذ 7 للطرف الثاني سيتغير الإشارة، وأقسم كل على الأمثال الـ X، أقسم على أمثال X يساوي ناقص 7 على 3، تمام. نأخذ مثال آخر، تمام. جذر 5X ناقص جذر 6، تمام. كيف أحل المعادلة؟ يساوي صفر. لحل هذه المعادلة نقوم بمجاهيل للطرف ومجاهيل للطرف ومعاليم للطرف، فيكون جذر 5X ناخذ هذا للطرف الثاني يصير عندك موجب جذر 6، أقسم كلا الطرفين على أمثال الإكس، يعني جذر 5 على 5، جذر 5 6 على 5، اختصرهم مع بعض يكون النتيجة، اختصرهم مع بعض X يساوي جذر 6 على جذر 5، تمام. نأخذ الصيغة الثالثة من حل المعادلة، الصيغة الثالثة من حل المعادلة. أخذنا الصيغة الأولى
وأخذنا صيغة ثانية. الصيغة الثانية هي AX زائد الـ B يساوي صفر. الصيغة الثالثة هي AX زائد الـ B يساوي C، وهو شكل العام للمعادلة. إذا كان عندي معادلة بهالشكل AX زائد B يساوي C، نقوم بحل هذه المعادلة AX، حيث أنه A و B و C من الـ R و A لا يساوي صفر. تمام، أنقل الـ B للطرف الثاني فيصبح لدي C ناقص الـ B، وأقسم كلا الطرفين على أمثال الـ X فيصبح لدي AX على A يساوي C ناقص الـ B على A، بيروحوا مع بعض X يساوي ناقص C ناقص الـ B على A، وهو المطلوب. تمام، نحل هذه المعادلة على شكل مثال عدد. مثال، ليكن عندي 3x ناقص 7 يساوي 5. تمام، كيف أحل هالمعادلة؟ أقوم بمساواة الطرفين. كيف نساوي الطرفين؟ إذا نقوم بمعاليم، ننقل معاليم للطرف ومجاهيل للطرف. المجهول هو x، المعلوم هو 7، نأخذها للطرف الثاني. 3x 7 للطرف الثاني، أخذ 7 للطرف الثاني، يتغير معه الإشارة، يعني يصير 5 بدل الناقص يصير زائد، لأنه يغير كل ما نقلت عدد للجهة الثانية، يعني غير معي أيضا الإشارة. أقسم 3x على نتيجة 12، أقسم كلا الطرفين على الأمثال الـ x. تمام، x يساوي 4. تمام، إذن هذه هي جواب. نأخذ مثال آخر، جذر 11x ناقص زائد 8 يساوي ناقص 3. تمام، كيف حل هذه المعادلة عزيز طالب؟ نحل حل هذه المعادلة. لحل هذه المعادلة نقوم جذر معاليم للطرف ومجاهيل للطرف، أخذ 8 للطرف الثاني باعتبار عندي زائد، أخذت للطرف الثاني صار عندي سالب، ناقص سالب 3 سالب 8، يعني موجب راح للطرف الثاني صار عندي سالب، يعني موجب يصير عندي ناقص. إذا 11x يساوي نفس إشارة ونجمع، نفس إشارة ونجمع، ناقص 12 11. أقسم كلا الطرفين المعادلة على جذر 11، على جذر 11 ليتخلص من الأمثال الـ x. x يساوي بيروحوا مع بعض ناقص 11 على جذر 11، وهو نتيجة أو قيمة x. تمام، إذن هذه هي حل معادلة. إذن ماذا فهمت من هذه الأمثلة والصياغ؟ إنه عندي معادلة AX زائد B بيعطيني C. هذه المعادلة إذن AX زائد B يساوي C. إذن أخذنا معادلة، إذا كان عندي الـ C مجهولة ما صفر، وأخذنا معادلة إذا كان عندي B وإلى آخره، فنسمي هذه المعادلة، نسمي هذه معادلة. ليش معادلة؟ لأنه عندي يساوي، عندي طرفين، سميناها معادلة اللي عندي طرفين من درجة أولى. من درجة أولى أي قوة الإكس هي واحد، والواحد بالرياضيات على المجاهيل بالأمثال ما نكتبها. إذن هون عندي واحد، هذا نسميه من درجة الأولى معادلة، لأنه عندي طرفين، عندي طرفين بالمعادلة سميناها معادلة اللي عندي طرفين. إذن الطرف الأول وعندي الطرف الثاني يمين ويسار، ها سمينا من درجة الأولى لأن القوى الإكس هي واحد، قوة الإكس هي الواحد، وبمجهول واحد. وبمجهول واحد ما معنى بمجهول واحد؟ أي عندي الإكس هي المجهول، أو الإكس عندي الفراغ، الفراغ هو الإكس، يعني المجهول هو الإكس، المجهول هو الإكس. متى نقول مجهولين؟ لما يكون عندي مجهول، يعني عندي فراغ ثاني نسميه مثلا واي أو زد. إذن الحرف هو الإكس، الحرف الإكس هو المجهول. أما A B C، إذن A B C حروف ترتيب لاتينية، A B C هي ثوابت،
يعني ثوابت من الـ R، يعني بدال A B C راح يكون عندي أعداد، عندي أعداد، أما الـ X راح يكون المجهول. إذن هذه هي المعادلة بمجهول واحد ومن درجة الأولى، ومن درجة الأولى. لحل معادلة بمجهولين، حل معادلة لمجهولين، كيف نحل معادلة بمجهولين؟ حل معادلة من درجة الأولى وبمجهولين، بدل مجهول واحد نأخذ مجهولين. كلمة مجهولين أي عندي في عندي مجهول غير الإكس وهو الواي، وهو الواي. الصيغة عام لهذا المعادلة مثلا A X زائد B Y يساوي C. المعادلة من المجهولين A X زائد B يساوي C. إذن كان عندي، إذن أول درس لما أخذت هي معادلة من مجهول واحد، هلا الفقرة عفوا الأولى أخذناها المعادلة من مجهول واحد أي هي X فقط، أما المعادلة من المجهولين، المعادلة من المجهولين هي X و Y. X X تمام Y، أسمي هذا معادلة من مجهول واحد، مجهول، معادلة مجهول واحد، معادلة مجهول واحد. هذا المعادلة من مجهول واحد لأنها تحوي X فقط لا تحوي Y، تمام. المعادلة من مجهولين تحوي X والY. هلا نحل المعادلة من المجهولين بهذا الصيغة. لحل هذه المعادلة نفرض قيم للX لإيجاد الY ونفرض قيم للY لإيجاد الX. مثال 2X زائد 3Y يساوي 6، تمام. لحل هذا معادلة جبريا، لحل هذه المعادلة جبريا كيف نطالع قيمة الـ X والـ Y؟ لإخراج قيمة الـ X أفرض فرضية من عنا، نعطي قيمة ولتكن أسهل قيمة في الرياضيات نعطيها للمعادلات هي الصفر، قيم صفر واحد ناقص واحد، القيم السهلة نأخذها، يجوز نأخذ إذن يعني المعادلة يقبل مثلا نعوض نأخذ قيمة مثلا تكون واحد اثنين ثلاثة، إذن كل قيم نستطيع أخذ كل القيم ولكن القيمة صفر لأن أسهل قيمة نأخذ الصفر. إذن الصفر نأخذ صفر، نفرض X يساوي صفر، لإيجاد قيمة الY نعوض بدال X صفر، فيكون عندي 2 في صفر زائد 3Y يساوي 6. أي عدد مضروب بصفر لا له قيمة، إذن نقسم هون 3Y يساوي 6، أقسم كلا الطرفين المعادلة على 3 فيكون الY يساوي 2. إذن عرفت ما هو قيمة الY هي 2، تمام. هلأ رح نأخذ، إذا نفرض فرضنا X يساوي 0، مرة نفرض X يساوي 0 ومرة نفرض Y يساوي 0، يعني مرة أعوض بدال الX 0 ومرة أعوض بدال الY 0. عوض بدال Y 0 يعني بدال الY، يعني صير عندي 2 X زائد 3 مضروب 0 يساوي 6. إذا عدد مضروب لصفر ما له قيمة، تمام، صفر يعني 2 X يساوي 6، أقسم كلا الطرفين على أمثال الـ X فيكون 6 يساوي 3. إذن هذه هي قيمة الـ X، هذه هي قيمة الـ X. لرسم هذا هندسيا أو بيانيا، هات جبريا حليناها جبريا، هلا رح نجي بيانيا. بيانيا عندي هذا محور X، X فتحة، وعندي هذا محور Y، Y فتحة. X قيمته 3، أعدهم، هذا 0 1 2 3، هذا الX هون موجب أو سالب، هون موجب. الوايات عندي 2، هذا الوايات 2 1 2، هذا 2. أرسم خط مستقيم يمر من 3 و 2، أسميه مستقيم دلتا، سميه مستقيم دلتا. معادلة إذن بمجهولين لا يمر من المبدأ، تمام. هذه هي شكل معادلة. إذا نحل مثال آخر
نحل مثال آخر. إكس زائد خمسة واي يساوي خمسة. تمام. لحل هذه المعادلة عندي معادلة من المجهولين. كيف؟ لأنه عندي إكس وعندي واي، ومن درجة الأولى لأنه كلا المجهولين بالدرجة الأولى. إذا كيف أحل المعادلة؟ مرة نفرض إكس يساوي صفر، ومرة نفرض واي يساوي صفر. أولا نفرض إكس يساوي صفر. لنفرض x يساوي صفر، أعوض بدال x صفر، زائد 5y يساوي 5. 5y يساوي 5، أقسم كلا الطرفين على 5 فيكون ال y يساوي 1، هذا قيمة ال y. تمام. نفرض هالمرة رح نفرض أن y يساوي صفر، يعني مكان ال y هي صفر. إذن أصبح لدينا x زائد 5 مضروب صفر يساوي 5. إذن x يساوي 5 لأن الخمسة مضروب صفر ما له قيمة. تمام. هلا هاد كان جبريا. جبريا لحل بيانيا نجي نرسم محور الأحداثيات إكس إكس فتحة واي واي فتحة. تمام. هلا نجي نعوض قيمة الإكس خمسة وقيمة الواي واحد. الواي واحد، هذه هي الوايات واحد، هذه هي، إذا نعوض هون صفر واحد، وقيمة الإكس خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا هي خمسة. أقوم برسم مستقيم يمر من الواحد وخمسة سميته دي مستقيم. تمام. هذه هي المعادلة. طيب إذا كان عندي معادلة من مجهولين واي يساوي صفر أو إكس يساوي صفر، عندئذ نقول المعادلة من المجهولين، إذا كان عندي معادلة بي واي يساوي سي، نقسم كلا الطرفين على بي فيكون الواي يساوي سي على بي. لرسم هذه يكون محوره يكون الواي، يكون واي يساوي سي على بي يوازي محور إكس إكس فتحة. كيف؟ نأخذ مثال. عندي 3y يساوي 12. لحل هذه المعادلة أقسم كلا الطرفين، أقسم كلا الطرفين على 3، فيصبح لدي إنه y يساوي 4. لحل هذه المعادلة هذا هي جبريا. أما بيانيا نرسمها كبيانيا إكس إكس فتحة واي واي فتحة. تمام. الواي يساوي أربعة، نعدهم. واي يساوي أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه أربعة. إذا ونرسم خط مستقيم، هذه أربعة عفوا، هذه أربعة. تمام. هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة. تمام. لنرسم خط مستقيم، هذا خط نسميه واي يساوي أربعة. إذا يوازي إكس إكس فتحة، يوازي إكس إكس فتحة. متى نقول واي يوازي اكس اكس فتحه؟ لما يكون عندي الاكسات مجهوله، يعني ما اذا كان عندي اكسات عفوا اذا كان عندي اكس صفر، مكان اكس صفر. هلا راح نرسم معادله اذا كان عندي واي يساوي صفر. مثلا عندي معادله يعني ممكن اي اكس يساوي سي، نقسم كلا الطرفين على A فيصبح لدي معادلة سي على A. نقول اس اكس يساوي سي على A مقارب يوازي او مستقيم، او مستقيم يوازي، مستقيم يوازي محور واي واي فتحة. تمام. ناخذ مثال 3 5 اكس يساوي 15. تمام. لحل هذه المعادلة أقسم كلا الطرفين على 5 فيكون إكس يساوي 3. تمام. قيمة الإكس هي 3. بيانيا
بيانيا للرسم مستقيم اكس 3 محور احداثيات اكس اكس فتحه وواي واي فتحه. تمام، لاكس يساوي 3 هذا 0 1 2 3 هذه هي 3. تمام، اقوم برسم المستقيم، هذا المستقيم يوازي واي واي فتحه، هذا المستقيم يوازي واي واي فتحه. تمام، هذه هي درس لحل معادله بمجهولين ومن درجه الاولى وبمجهول واحد ومن درجه الاولى.